باشرت كوادر قسم الصيانه قسم الصيانه والانشاءات الهندسيه في العتبه العباسيه المقدسه بتاهيل المركز الصحي في منفذ الشلامشه، وعلى مدى 20 يوم شملت تاهيل المجامع الصحيه والسقوف الثانويه لكل الغرف والقاعات، اضافه الى اضافه جراجات ومعالجه السطوح الخاصه بالمركز بانشاء سقف يمنع دخول الامطار للمركز، اضافه الى تكييش القاعه والصاله والساحات الوسطيه الخاصه بالجراجات. المجامع الكوادر الصيانه الهندسيه من شملت التاسيسات الكهربائيه، شملت السقوف الثانويه والتغليف الجدران كل الغرف، اضافه اعمال الحداده، اضافه الاعمال المدنيه الخاصه باكساء القاعه الموجوده والساعه الخارجيه. احب اقدم شكري وامتناني ونيابه عن طبعا عن صحه البصره، ونيابه عن المنفذ الشلامشه وممثلي المنفذ، اقدم شكري وامتناني. وهذا يعني شكر بسيط نقدمه لهم، انه نقول لهم شكرا لكم على هذا الانجاز وعلى هذه الرعايه الابويه وعلى هذا الاهتمام بالبلد والواقع الصحي، وبيعتبر انه المركز الصحي واجهه البلد.